اسمي سجا من سوريا مدينة حلب، عمري 13 سنة. بتذكر سوريا قبل الحرب إنه بيتنا كان هو طابقين، كنت أطلع على الأسطوح ألعب بالمسكليت أو بالسكوتر، وقت نعطل من المدرسة كانت أمي تاخذنا على الحديقة على حلب القديمة على القلعة، يعني انبسط كتير وقت العطلة. تغيرت حياتي من بداية الحرب، إنه لما طلعنا من بيتنا، لما بعدنا عن رفقاتنا وعن قرايبنا اللي كنا نحبهم، وغيرنا بيتنا. نزحنا كتير، أكتر من 5 مرات. أكبر مخاوفي إنه وقت بقعد لحالي وبتذكر وقت إصابتي وبتذكر وقت أخوي كمان استشهد، ويعني بزعل كتير وبخاف نفس الوقت. الرياضات المفضلة عندي هي الجمباز وكرة القدم. بتمنى أكون لما أكبر مدرب الجمباز. بواجه صعوبات شوي، يعني مو كتير، بس بإذن الله ما بصعب علي شيء. بس يعني في إنه بعض إنه تقالات هوائية، إنه بحب إنه أقلبه، بس إنه هلا صار يصعب علي شيء، صار يصعب إنه ما بقى معي توازن. أكتر أمنية عندي بالمستقبل إنه لما أحقق حلمي، لما أدخل بالألعاب الأولمبية، يعني وأصير شغلة بالمستقبل. رغم كل الصعوبات ومصرة أني أروح على المدرسة، لأني بدي أحقق حلمي أنا، ويعني إذا ما درست شلون بدي أحقق حلمي. رسالتي لأطفال العالم أنه يتابعوا دراستهم عشان يحققوا حلمهم، لأني من غير الدراسة إنه ما بنحسن لا نحقق حلمنا وما بنحسن نحقق السلام.